أعمال 15. ونزل الناس من اليهودية وقعدوا يعلموا الإخوة إن لو ما اضطهدتوش حسب عادة موسى ما تقدروش تتنقذوا. فلما حصل لبولس وبرنابا خناقة ومناقشة مش قليلة معاهم، رتبوا إن بولس وبرنابا وناس تانية منهم يطلعوا للرسل والمشايخ لأورشليم عشان خاطر المسألة دي. فدول بعد ما ودعتهم الكنيسة عدوا في نقية والسامرة يبلغوهم برجوع الشعوب التانية، وكانوا بيسببوا فرح عظيم لكل الإخوة. ولما جم لأورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فبلغوهم بكل اللي عمل الله معاهم. ولكن الناس من اللي كانوا امنوا من مذهب الفريسيين وقالوا انه مفروض يتطهروا ويوصوا بانهم يحافظوا على شريعة موسى، فاتجمع رسل المشايخ عشان يبصوا في الموضوع ده. فبعد ما حصلت مناقشة كتيرة قام بطرس وقال لهم: يا رجالة يا اخوة، انتوا عارفين انه من ايام زمان اختار الله بيننا انه بقي تسمع الشعوب التانية كلمة الانجيل ويأمنوا. والله العارف القلوب شهد لهم لما اديهم روح القدس زي ما لينا كمان، ومميز بيننا وبينهم في حاجة لما طهر بالإيمان لهم. فدلوقتي ليه بتدربوا الله بأنكم تحطوا خشبة رقبة على رقبة التلاميذ ما قدرش أباطنا ولا إحنا إننا نشيلها؟ لكن بنعمة الرب يسوع بنآمن إننا نتنقذ زي ما دول كمان. فسكت الجمهور كله، وكما بيسمعوا برنابا وبولس بيحكوا كل اللي عمله الله من المعجزات والعجائب في الشعوب التانية عن طريقهم. وبعد ما سكتوا جاوا بيعقوب وقال: يا رجالة يا إخوة اسمعوني، سمعان بلغ ازاي زار الله في الاول الشعوب التانية عشان ياخد منهم شعب على اسمه، وده يمشي مع كلام الانبياء زي ما هو مكتوب: هرجع بعد كده وابني كمان خيمة داود اللي وقع، وابني كمان الرب بتاعها واقومها من تاني عشان تطلب الناس اللي بقي الرب وكل الشعوب التانية اللي ابتدى اسمي عليهم، بيقول الرب اللي عمل ده كله. معروف عند الرب من غير بداية كل اعماله، عشان كده انا شايف انه ما يتقلش على الراجعين لله من الشعوب التانية، لكن يبعد لهم انهم يمنعوا نفسهم عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، لان موسى من اجيال زمان عنده في كل مدينة اللي يبشر بيه لما يتقالي في المجامع كل سبت. وقتها شاف الرسل والمشايخ مع كل كنيسة انهم يختاروا رجالين منهم فيبعتوهم لأنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا اللي اللقب بتاعه برسابا وزيلا، رجلين كبار في الإخوة. وكتبوا بإيديهم كده: الرسل والمشايخ والإخوة بيبعتوا سلام هدية للإخوة اللي من الشعوب التانية في أنطاكيا وسوريا وكليكية. لأننا سمعنا إن الناس خارجين من عندنا أزعجوكوا الكلام يلخبطوكوا ويقولوا إنكم تتطهروا وتحافظوا على الشريعة اللي إحنا ما أمرناهمش، شفنا بنفس واحدة إننا نختار راجلين ونبعتهم ليكوا مع حبايبنا برنابا وبولس، راجلين ادوا نفسهم عشان خاطر اسم ربنا يسوع المسيح. فبعتنا يهوذا وسيلة وهم يبلغوكوا بنفس المواضيع شفهي، لان الروح القدس شافوا احنا اننا ما نحطش عليكم حمل اكتر غير الحاجات دي المفروضة، انكم تمنعوا نفسكم عن الذبح الاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، اللي لو حافظتوا على نفسكم منها يبقى بتعملوا كويس، خليكم بصحة. فدول لما تسيبوا جملة انطاكيا وجمعوا جمهور وقدموا رسالة، فلما قروها فرحوا بسبب التعزية. ويهوذا وسيلة لما كانوا هما كمان نبيين وعظوا الاخوة بكلام كتير وقووهم، بعدين بعد ما صرف وقت اتسابوا بسلام من الاخوة للرسل. ولكن سيلة شاف انه يقعد هناك، اما بولس وبرنابا ففضلوا في انطاكيا يعلموا ويبشروا مع ناس تانية كتير كمان بكلمة الرب. بعدين بعد ايام قال بولس لبرنابا: يلا نرجع ونشقر على اخواتنا كل مدينة نريد فيها كلمة الرب زي امنا. فاقترح برنابا انهم ياخدوا معهم كمان يوحنا اللي بيتسمى مرقس، اما بولس فكان بيفضل ان اللي فريقهم من بنفلية وراحش معهم عشان الشغل ما ياخدوش معهم. فحصلت بينهم خناقة لحد ما ساب كل واحد التاني، وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر القبرص، واما بولس فاختار سيلة وخرج والاخوة بيسلموه امان النعمة الله. فعاد في سوريا وكليكية يقوي الكنائس.